السلام عليكم، مرحبا بكم معي في الفيديو. نشرحلكم فيه الطريقة ديال فلاش ميزاجور ديال ريسيبتور دريم سات موديل 630 هاش دي ميني عن طريق اليو اس بي بآخر فيرسيون ديالو. نديرو الفلاش في يو اس بي. دابا خليكم اليمن تيليشارجيو تحت الفيديو، من بعد غنبرونشيو اليو اس بي في الريسيبتور وغنجيو بالكو على ميني وغنجيو عند ريكلاج. نجيب الجنب عند ريكلاج، اوكي. نجيو عند ميزاجور، اوكي. نهبطو عند ميزاجور، اوكي. نمشيو هنا عند هاد الفيشي هذا، تلقوه بتسمية ولا بتسمية واحدة اخرى، المهم هاد الفيشي هذا غادي نخليه لكم. انا نخليكم اللين ديالو ميتيليشارجيو تحت الفيديو، غنديرو عليه اوكي. قلنا واش بغيتي ديرو لا ميزاجور، ندوزو على الميساج، ندوزو عند وي، نديرو اوكي، نخليوه كيابليكي الفلاش. هذا الفلاش اللي كيتابليك دابا هو مخود من ريسيبتور ديال دريم سات 630 هاش دي جديد. يلاه تفلاشا ويلاه تعمرات له لي ستي لي شين ديالو وتخدم منه هذا الفلاش. بحال اللي تقول هذا دامب مخود من ريسيبتور، اوكي، ما فيهش مشاكل. من بعد ما يسالي الفلاش عمليه الفلاش وغيتر ديمار النيميريك، غادي خصكم تدخلوا للبلاصه ديال كونيكسيون ريزو واي فاي كما كيبان لكم هنا في التصويره، وغادي تسبريميو داك الريزو واي فاي حيت هذاك دخلته في النيميريك اللي هزيت منه هاك الفلاش وبقى مسجل فيه. يعني فاش تدخلوا لداك البلاصه غادي تبان لكم من التحت سبريمي بالخضر، بركو على توش سبريمي بالخضر كاين عندكم في التيليكوموند باش تسبريما وغادي رجع لك ساعه تكونيكطاو الواي فاي ديالكم اللي بغيتو نتوما. دابا هو سالا، غادي تورو ديمارا. هاو رجعت على هادي، هكا كنكونو سالينا الشرح ديالنا. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم ديما الجديد، وجيم بارطاج، وعلى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.